وجه الفنان والمقاول المصري المعارض محمد علي تحية للمتظاهرين الذين خرجوا ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجمعة 20 سبتمبر، كما خرجوا أمس 27 سبتمبر، موضحا أن الرسالة التي حملتها هذه المظاهرات هي كسر حاجز الخوف الذي أوجده السيسي منذ توليه الحكم. وقدم محمد علي العزاء في شهداء الجيش الذين سقطوا بالأمس قائلا: هل يعقل أن يسقط شهداء وتستمر الاحتفالات المؤيدة للسيسي أمام المنصة؟ طبعا اللي حصل الجمعة اللي فاتت والجمعة دي ده حاجة فوق الخيال. يكفي ان احنا كسرنا حاجز الخوف اللي جوانا، وهنحكي في الموضوع ده. اولا انا سمعت ان في 8 امبارح ماتوا بناء على التقرير اللي طلع من القوات المسلحه، 8 شهداء، البقاء لله فيهم وربنا يصبر اهاليهم. طبعا انا زعلان من كميه الشهداء اللي بتموت هناك، وده التقرير بتاع القوات المسلحه غير الاصابات. الله اعلم اذا كان التقرير صادق ام غير صادق، ولكن انا هشتغل على التقرير بتاعهم. 8 ماتوا. يا عبد الفتاح السيسي، هل يعقل وحياه ولادك ان انت النهارده عندك شهداء ماتوا وانت بتعمل حفله في المنصه تثبت للناس ان هي بتحبك؟ طيب الاعلاميين والفنانين والناس اللي نزلت في المنصه لما عرفتوا ان في ناس ماتت، مش كان من الاحسن والاجمل احساسا كفنانين ان احنا نهد الليله دي وتتكلوا على الله تروحوا؟ في ناس قلوبها محروقه على اولادها، ولا انتوا عشان هم مش اخواتكم ولا اولادكم مش فارق معاكم؟ طبعا هو مش فارق معاكم، هو المهم عندكم ارضاء سيدكم. لكن الشباب اللي ماتت دي في داهيه، وممكن نبعت دفعه تانية ان شاء الله كمان اسبوع تموت. طبعا احنا ملاحظين ان السيد عبد الفتاح السيسي في الاول كان بيقول ايه، يا ريتني كنت معاهم. طب ما تنزل يا ريس تحارب معاهم، ايه رايك؟ انزل حارب معاهم، بلاش انت، ابعت محمود ابنك يروح يحارب معاهم بدل ما انت مقعده هو وعباس كامل في المخابرات. خلي محمود بالظبط جيش بيعرف يضرب نار، ينزل يتولى هو المهام بتاعت العريش، ايه رايك؟ طلعوا كده برضه بمجموعه عساكر، ولا انت خايف على اولادك اللي في الرقابه الاداريه ولا في المخابرات؟ وده فين وخالد فوده فين؟ لكن انت الشباب والعساكر اللي انت بتجمعها يلا بالسلامه. هو العدد في الليمون عندنا منهم كتير، كل يوم ممكن نطلع 100 واحد 200 واحد، ما انت عايز تخفف العدد عشان تخلي عندك مصاريف كويسه. يا جماعه تقول لا، يبقى الناس ماتت امبارح وانتوا عاملين فرح عند المنصه وقاعدين ترقصوا وتهيصوا؟ صح، ما هو مش هيفرق معاكم الغلابه، ما هو دايما الغلبان يعني في البلد دي متداس. المهم ايه اللي بيعرضوا عشان المصلحه؟ ما هو كل اللي نزلوا امبارح غنوا له ولا اعلاميين رقصوا له دول اللي بيقبضوا منه، وانتوا فاهمين ده، مش هنتكلم فيه كتير. وقال محمد علي ان قوات الامن المصريه قامت باعتقال موظفين في شركه املاك العقاريه والتي كان يديرها ولا تزال تحبسهم حتى الان. كما اكد محمد علي انه تم القبض على صديقات زوجته واستجوابهم رغم انه منفصل عنها منذ عامين على حد قوله. وانتقد علي في الوقت ذاته ما قاله السيسي سابقا من انه سيترك الحكم اذا نزل الناس ضده في الشارع، ورغم ذلك يتم منعهم من نزول الشارع والتظاهر، بل وتم تحويل الشوارع الى ثكنات عسكريه على حد قوله. حضرتك انا اللي بواجهك، حضرتك دي وجهه نظري، قبضت ليه على اصحابي؟ قبضت ليه على الموظفين اللي كانوا في املاك؟ هيفيدوك بايه؟ ما انت عندك كل المعلومات، يعني انت بتقبض عليهم ليه؟ وحابسهم لحد النهارده ما خرجتهمش ليه؟ اصحابي، ليه واحد صاحبي كان بيشتغل معايا اسمه طارق ولا حسن ولا خالد، كل دول ناس دي بتشتغل معايا، دول اصحابي، ما بقولش بيشتغلوا عندي، بيشتغلوا معايا، دول كلهم اصحابي، قبضت عليهم ليه؟ قبضت على الموظفين بتوع املاك او جزء منهم ليه؟ الادهى ان انت قبضت كمان على اصحاب مراتي اللي انا منفصل انا وهي بقالنا سنتين، انا وهي على علاقه طيبه ببعض، ده حقيقي، بس انا منفصل من سنتين، هات العقد يا دقين، انا وهي منفصلين من سنتين، بتقبض على اصحابها وبتستجوبهم ليه؟ طبعا ده غير المعتقلين اللي انت قبضت عليهم في الفتره ديت، غير اللي انت قبضت عليهم قبل كده. ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونطلع كل ولادنا واخواتنا من السجون.
وضع الفنان والمقاول محمد علي المصريين إلى التظاهر أمام بيوتهم لمدة ساعة واحدة بعد مباراة النادي الأهلي الليلة، وذلك اعتراضا على السيسي والمطالبة برحيله، قائلا: نريد كرامة وحرية وحقنا في وطننا. وأضاف علي: مستمرون في الدعوة لرحيل السيسي ونحن على المسار الصحيح، وما تم حتى الآن هو بداية إسقاط السيسي. الجيم بدأناها، احنا ماشيين كويس جدا جدا جدا، بنكشفه للشعب ان هو انا بكشفكم، بكشف ده قدام الشعب ان هو راجل كاذب. نزلنا يوم الجمعة قفل الدنيا كلها، انتوا شفتوا بعينيكم ان هو قال لكم لو نزلتوا انا همشي، ما سابش حد ينزل، بل بالعكس من كتر الرعب اللي فيه ابتدى يحشد ناس وابتدى يطلب من كل الاعلاميين يقفوا معاه، وهو قال كده في المؤتمر. انا كلمتهم لقيتهم كلهم خايفين، بيعملوا انت لا انتوا خايفين من ايه؟ اعمل قصور وهعمل. وحشد كل الاعلاميين سواء اختياري او اجباري ان هي تقف معاه، ده دليل ان هو بيقع ده وقوع ونزل في المطار. انتوا شايفينه مرتبك ازاي؟ احنا ماشيين صح وان شاء الله ربنا هيكرمنا وننتصر ونحرر بلدنا. كفايه بجد بقى. النهارده تنزلوا وزي ما قلت لكم كل شارع الالترس فين بتاع الاهلي والزمالك، الناس الحلوه دي انتوا حافظين ومذاكرين وبتعرفوا تنظموا نفسكم، فانتوا تساعدونا، محتاجين مساعدتكم. وبرضه مش عايزين حد فيكم يتعرض مع شرطه خالص، ده انتوا بقى المعلمين. في ظباط جايين بعتوا لنا كام عربيه، اخلع خلاص، مش عايزين خناق، مش دلوقتي خالص. احنا بنعمل لهم ارتباك، احنا بنوجعهم بنشتتهم. الله اكبر. طب انا اقول لكم على حاجه، ده الصعيد موارد، ده بيقولوا لي الصعيد لاول مره تطلع فيها ناس وبتاع وحصل فيها انتفاضه. كل شعب مصر غالي وكل شعب مصر محترم وكل شعب مصر قوي، ولكن القاعده العريضه عندنا في الصعيد قسما بالله لو نص الصعيد مشت لحد التحرير لا تحتل الجيش ده في ساعه، مش الجيش تحتل الرئيس يعني في ساعه. معلش عشان انا بتكلم كده يعني، تخش تقعد في كرسي، تقعد في قصر الرئاسه في الاتحاديه، ده الصعيد، ولا جيش ولا شرطه هيعرف يقف قدامهم. واحنا مش عايزين مشاكل ومش عايزين دم، خلى عندك دم يا انت مصر على الكرسي عايز تقعد عليه، مش هنشيلك والله. بص دي البدايه لكل واحد ظالم، اتفرج كده على حسني واتفرج على القذافي واتفرج على بتاع تونس، دي البدايه. بترتبك، بتبدا تحشد انت تاني، تبدا تنزل اعلاميين، تبدا تنزل النجوم، تضغط على الناس ان هي تخلي صورتك حلوه قدام الشعب، وتقول انا عامل لكم تفويض تنزلوا. ده انا لسه هلعبك انا بالتفويض ده. يا سيسي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ارحب بضيفي في الاستوديو السيد عمار فهيد الباحث والناشط السياسي المصري. اهلا بك سيد عمار، كما ارحب بضيفي عبر الاقمار الاصطناعيه من برلين الدكتور احمد بدوي استاذ العلوم السياسيه في جامعه برلين، وكذلك ارحب بضيفتي عبر الاقمار الاصطناعيه من اسطنبول الناشطه السياسيه غاده نجيب، ومن القاهره عبر الهاتف ارحب بالناشطه السياسيه شيماء المصري. ارحب بكم جميعا، وابدا من القاهره مع الاستاذه شيماء. كيف سارت الأمور بالأمس من خلال تواجدك في القاهرة شيماء؟ والله امبارح كان اليوم من الصبح من وقت الجمعة، من قبل صلاة الجمعة المفروض ان كانت الدعوة ان الناس هتنزل بعد صلاة الجمعة. كل المساجد الكبيرة كلها قبض أمنية شديدة جدا، قفلوا كوبري أكتوبر، قفلوا 15 مايو، قطعوا مفاصل القاهرة كلها، فصلوا ميدان التحرير على كل اللي حواليه. انتشار أمني كبير جدا وبشكل كبير بشكل عنيف في القاهرة وفي المحلة وفي كل المحافظات. وطبعا كانوا بيقابلوا ان في المنصة تأمين وبوابات تأمينية للمؤيدين والاحتفالية يعني. من صلاة الجمعة كان أي حد بأي تجمع، أي حد كان بيعتقل عشوائي، كان في حالة قبض عشوائي من الشارع، حالة رعب يعني، كان سيطرة أمنية وكمية لجان غير طبيعية، لجان شرطة يعني. الشرطة في ظاهرة المقنعين كانوا كتير جدا جدا، وكانوا تقريبا فاصلين القاهره كلها عن بعضها. ايه حكايه المقنعين دول يا شيماء؟ لان بعض الصحف تحدثت عنهم، يعني دول رجال شرطه ولا ايه بالظبط؟ كان ايه شكلهم يعني؟
والله كان في عند كوبري عباس وكان في يعني فرنسيس، كان في المكانين دول كان عربيات امن مركزي كبير، عربيات اللي هي مموهه بتاعه الشرطه، وفي رجال لابسين اقنعه، طبعا ما هم شرطه بس ما اعرفش هم قوات خاصه، انا يعني ما مش عارفه تصنيفهم ايه او توصيفهم. غالبا بيبقوا امن مركزي، وكانوا في حاله استعداد، يعني هم كانوا واقفين بالسلاح، كان في حاله استعداد، وكانوا بيوقفوا العربيات عاملين زي كمين وبيفتشوا كل العربيات بقى، الناس بتليفوناتها ملاكي، اتوبيسات، ميكروباصات، كله كان بيفتش. طيب خلي يعني وانت بتكلميني احنا بنعرض صور حتى لا يلتبس الامر على المشاهدين، الصور دي كانت او المشاهد دي بالامس كانت من مدينه نصر في الاماكن اللي تجمع فيها المؤيدين لعبد الفتاح السيسي او جمعوا، لان احنا شايفين دلوقتي مجموعه كبيره من طلاب الكليات العسكريه كما قال البعض بنفس الزي مع المؤيدين لعبد الفتاح السيسي. انا يعني هل عندك اي معلومات حوالين فكره يعني تجمع المؤيد لعبد الفتاح السيسي في مدينة نصر والحشد له؟ في طبعا هو كان زي ما حضرتك قلت، هم كانوا بيحشدوا باوتوبيسات من بره المحافظات الشركات الكبيره، وفي فيديوهات انتشرت انه هندفع 150 جنيه واللي مش هيروح هيتخصم له، يعني كان في ترهيب اللي مش هيجي من الحشد للشركات، وفي فيديوهات فعلا اتصورت، وكان بيدفع فلوس، وفي وجبات برضه اتصورت طبعا، وكان في طلبه الكليه العسكريه يعني كلهم بزي موحد، حتى يا ربي ما ينزلهمش حتى بزي مدني، يعني ملبسينهم كلهم زي موحد، طلبة الكلية العسكرية وطلبة وأطفال صغيرين ملبسينهم زي واحد، وكان في حشد من جميع المحافظات، وده بان جدا جدا قوته، يعني قوته قد ايه على ارض الواقع وضعفه، وانه هو خلاص تقريبا يعني هو فقد شعبيته، يعني انه بمحاولات الحشد المستميتة بقاله اسبوع ومحش يعني بيستغل وسائل الاعلام وزراعة الاعلام طبعا احمد موسى وعمرو اديب وكل الرموز بتاعته في الحشد، وفي الاخر يطلع بالشكل الهزيل ده، يعني ان هو يقعد اسبوع، وكمان جايب مجموعات من شركات باوتوبيسات ومن كل المحافظات ويطلع بالعدد ده، وبوابات الكترونيه للتامين، وفي شباب صوروا ان احنا احنا جايين هنا عشان يعني بالفاظ كده ان احنا بنؤيد وبناخد 150 جنيه بس ما تسيحولناش وما تفضحولناش، يعني حتى اللي موجودين هم عارفين هم موجودين ليه، يعني تمام، يعني مش مثلا حتى مؤيدين ومحبين، لا هم بيقولوا. نعم اشكرك شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا شيماء المصري الناشطه السياسيه، كنت معي عبر الهاتف من القاهره. مشاهدينا الكرام، في نفس هذا السياق رصد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قيام الأجهزة الأمنية بعملية انتشار مكثفة في الميادين والشوارع الجانبية والفرعية أيضا لمنع أي مظاهر للاحتجاج ضد السيسي. وبعيدا عن وسط القاهرة خرجت مظاهرات متفرقة للمطالبة برحيله في حلوان والوراق وبعض المدن والأحياء في محافظات الأقصر وقنا والمنيا، لكن قوات الأمن كالعادة سارعت بقمعها. وفي مقابل حملة القمع للمعارضين سمحت أجهزة الأمن بالتجمع لمؤيد السيسي في منطقة المنصة بمدينة نصر شرقي القاهرة للمشاركة في الاحتفالية التي حشد لها النظام، كما تم توزيع الوجبات الغذائية عليهم. مشاهدينا الكرام، التقرير التالي يلقي الضوء على التباين الواضح في تعامل الأجهزة الأمنية ونظام عبد الفتاح السيسي مع مؤيديه من جهة، ومع من خرجوا أو حاولوا الخروج للمطالبة برحيله من جهة أخرى. فلنشاهد. تأجيل مباراة اف سي مصر مع اسوان ان يمكن ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام. تقدر تبعت نشطاء، تقدر تبعت اخوان، تقدر تبعت فيديوهات مفبركة.
الحشد والمنع. هذا كان هو المشهد في مصر بالأمس. وأستأذنكم أن أبدأ مع لضيوفي مع الأستاذة غادة نجيب، لأن كان لك خبرة كبيرة فيما يخص 25 يناير. فكرة الحشد المضاد، فكرة المنع الأمني بهذه الكثافة الشرطية التي لم نراها ولا نسمع بها من قبل، هل هي قادرة على يعني حفظ النظام وعلى إبقائه في مقاعده إلى أبعد مدى غادة أم لا؟ طيب قبل ما اجاوب لحضرتك خلينا نشوف المشهد اصلا كان امبارح ازاي، ان عبد الفتاح السيسي استخدم كل اسلحته سواء اذرعه الاعلاميه سواء المخابرات بشقيها امن الدوله مؤسسات الدوله تقريبا كلها رجال الاعمال اعضاء مجلس الشعب اللي كانوا بيحشدوا على صفحتهم ورصدنا ده واكيد انتوا كمان وصل لكم دوت. ومع ذلك ده شق اللي هو شق بقى بالترهيب اللي هو الناس الموظفين نزلوهم بالعافيه، وفي شق تاني اللي هو بيحشدوا الناس بالفلوس كل واحد على حسب بقى ال 200 او 300. اكبر رقم سمعته ان اندفع لحد يعني مجموعه يعني 500 والوجبه. ومع ذلك هو فشل ذريع ان هو يعمل حشد حقيقي. يعني الراجل يعني المكان اللي عند المنصة لما اتفتح الكادر وفي قنوات منها قناة سادة البلد يعني وضحت ان العدد الموجود لن يتجاوز بأي حال من الأحوال 20,000. فيعني هو استخدم كل أسلحته ومع ذلك هو فشل. وأنا بعتقد ان عبد الفتاح السيسي الوحيد اللي نام متنكد، او لو كان في حد المفروض ينام متنكد ومقهور ومتضايق امبارح يبقى هو عبد الفتاح السيسي، ان هو فشل على الصعيدين سواء الحشد ليه او منع التظاهرات. طبعا الحشد احنا جربنا قبل كده، احنا كنا في ال 18 يوم ومبارك حشد قصادنا في مصطفى محمود والنتيجه كانت واضحه وظاهره، ما حصلش اللي هي كانت نهايتها كانت موقعة الجمل للاسف، ان هو صدر مدنيين قصاد مدنيين او شعب قصاد شعب. ومع ذلك هم فشلوا، وبعد موقعة الجمل انهاء الميدان ما بقاش فيه مكان ان الواحد حتى يقف فيه من كتر الناس اللي كانت لسه ما حسمتش امرها ونزلت. ففي النهاية الحاجات دي ما بتجيبش، وعبد الفتاح السيسي ما سقطش أو يعني ما مش لسه هيسقط. الراجل ده سقط من ساعة ما أول ما يعني اتهان وتهزأ كقائد أعلى للقوات المسلحة. طيب ابقي معايا غادة. دكتور أحمد بدوي، رأي الأستاذة غادة لأن السيسي بشكل أو بآخر سقط ولو حتى لم يسقط على أرض الواقع، المقابل لا بيقولوا السيسي قوي حتى من خلال مشاهد الأمس، حتى ولو كانت قوة أمنية لكن الرجل باقي في حكمه ويستطيع البقاء إلى أطول فترة ممكنة، ما رأيه؟ اولا احب بس اوضح نقطه، ان انا شخصيا مشكلتي الكبيره مش مع السيسي كشخص، اعتقد ان دوت تسطيح شديد للامور. شفنا كده قلنا مبارك مش هينفع، مبارك فاسد، عايزين نشيل مبارك، شلنا مبارك، لكن في نظام في دوله متماسكه وتماسكها دوت واضح جدا امبارح. لازم نكون صادقين مع نفسنا وما نعملش نفس الشيء اللي احنا بندعي او بنتهم الدوله بفعله. ما ينفعش نخدع نفسنا. نجح النظام امبارح وخلال اسبوع عن طريق استخدام القمع انه يمنع تظاهرات حاشده كان ممكن تكون حاشده وكان ممكن تؤدي ليعني ضرر كبير للنظام. فلازم نكون واضحين ان ده اللي حصل. نتيجه القبضه الامنيه، نتيجة التعامل الأمني، واللي احنا شفناه تعامل أمني من قبل أجهزة الأمن الداخلية، يعني ما شفناش حتى جيش في الشارع. فواضح أن الدولة اتعلمت إزاي تمنع الناس من أنها تنزل في الشارع. دي نقطة بس خلينا أكمل أرجوك. مؤيد النظام بيعتبروا أن ده انتصار كبير، مؤيد النظام بيعتبروا أن ده انتصار كبير ومنع الفوضى وكذا. لكن واحد زيي أنا لا مؤيد للنظام وفي نفس الوقت أنا مش ناشط، أنا بحاول أحلل بطريقة يمكن باردة شوية لو يعني لو تسمحوا لي. اللي حصل بيكشف قد إيه النظام رخو. رخو ليه؟ لأن النظام اللي بيعتمد وجوده على حاجتين بالتأكيد نظام رخو. أول حاجة بيعتمد عليها النظام بيعتمد على تزييف الوعي. تزييف الوعي بمعنى إنه ما عندوش مشكلة انه يأجر ناس، وده فعلا تأجير لناس
ان هم ينزلوا عشان يتاخد ليهم لقطة وبعدين يقول دول مؤيدين للنظام. هذا تزييف للوعي. تزييف للوعي لما أقبض على واحد زي دكتور حازم حسني أو دكتور حسن نفعة أو أيا كان الناس الكتيرة اللي اتقبض عليهم وأقول إن دول قبضنا عليهم عشان بيهددوا استقرار البلد، وارجع أقول أطلع تصريح رسمي إحنا مش قبضين على أي حد بسبب معارضته للحكومة، وهذا كذب وأيضا تزييف للوعي. في مكنة إعلامية شغالة من أول، ودي سمة من سمات النظام من 52، من أول ما قلنا إحنا على مشارف تل أبيب، مرورا بجهاز الكفتة، مرورا بكل الأشياء اللي هي محاولة من النظام لتزييف الوعي. وده أسلوب من أساليب حكمه وضحت جدا الأسبوع الماضي. والأسلوب الثاني طبعا أسلوب القمع. يعني إحنا لما بندرس في العلوم السياسية يقولك يعني إيه شرعية؟ الشرعية إن النظام يكون الناس موافقة عليه وقبلاه حتى لو بتغير في الحكومة. يعني النظام كنظام، ما بتكلمش على حكومات ولا السيسي ولا أي حاجة من الحاجات دي. النظام اللي بيعتمد على القمع، يعني لو أنا بكرة عندي انتخابات حرة نزيهة في مصر، هل فعلا نقدر نقول أن النظام دوت هيصمد لو في فعلا معارضة ومسموح للمعارضة أنها تشتغل؟ فاللي حصل من ناحية نجاح للنظام أنه فعلا قدر يحقق رغبته الأساسية من 2011 أنه يمنع أي فرصة أن 2011 تتكرر مرة تانية. لكن من ناحية تانية النجاح دوت في حد ذاته مليان تناقضات، لأنه بيبين قد إيه النظام دوت رخو ومش قادر أن هو يستمد شرعيته من شيء أكتر من الأسلوبين اللي بيستخدمه اللي هم تزييف الوعي والقمع. طيب ابقى معي دكتور سيد عمار، إلى أي مدى يستطيع نظام من الأنظمة أن يعيش ويستمر على فكرة القمع أو يعني الحشود التمثيلية المضادة، إذا يعني أحسن هذا التعبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا متفق تماما مع كلام الدكتور أحمد قاله. وإلى أي مدى؟ خلينا نشوف التاريخ القريب، آخر 30-40 سنة، نشوف كام نظام كان على شكلة نظام عبد الفتاح السيسي استطاع أن هو يعني يديم حكمه على ثنائية الخوف والقمع فقط. شاه إيران حصل في إيه، بنوشيه حصل في إيه، وعندنا نماذج كتير قوي. كل دول كان عندهم هيمنة أمنية تناظر هيمنة عبد الفتاح السيسي، عندهم سلطة مطلقة تقريبا، يستندوا إلى قوة عسكرية وقوة أمنية قوية، لكن في النهاية بتيجي في لحظة معينة تراكم الغضب. في النهاية ما فيش حد بيقدر يتحكم في شعب إلى الأبد. عبد الفتاح السيسي مشكلته الرئيسية الآن أنه فقد هيبته ولا حكم بلا هيبة. مش بس الشرعية، هو يعني لا، ممكن الحكم بقوة السلاح والخوف والرعب. ما هي قوة السلاح لا يمكن تعتمد عليها الأبد. أنت مش ممكن تقفل القاهرة كل يوم، مش ممكن تستنفر آلاف قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة كل يوم. هتيجي في لحظة داخلية، أقدر أعمل ده كل أسبوع مثلا؟ كل أسبوع حتى متى؟ يعني في النهاية حبيب العدل استطاع أنه هو يعني يقمع كافة التظاهرات على مدار 7-8 سنين، لكن جينا في يوم كل ده انهار، وكأن الداخلية كانت بيت عنكبوت رغم أنها كانت مؤسسة قوية. لكن في النهاية الداخلية بتتعب، أو بتيجي في لحظة بيحصل ثغرة، الناس بتبقى كتير، الناس بتقدر تتجمع، فلما الناس تتجمع أنت بتعرفش يعني سيطر عليهم. ودي يعني هو بيستعد اللحظة زي دي، واللي حصل امبارح واضح ان هي خطه امنيه يعني تم اعدادها بشكل عام. اذا حصل مظاهرات كيف سيتم التعامل بالضبط. معها. لكن الخطوه الثانيه اللي الناس لسه مش اخده بالها يعني منها، ان المخطط عبد الفتاح السيسي الرئيسي لتجنب اي ثوره قادمه هي العاصمه الجديده. هو بيسعى لنقل عقل الحكم واجهزته ومؤسساته للعاصمه العاصمه، فبالتالي اي حاجه تحصل في القاهره التقليديه تبقى بعيد، كانها بتحصل مثلا في دمنهور او في اسكندريه دلوقتي. لكن هو يعني متخيل ان لما ينقل الدوله كلها الى الصحراء ويبقى محاوطها بالحرس الرئاسي ومحاوطها بالقوات الخاصه وعارف مين اللي ساكن وحاطط كاميرات وعامل منظومه امنيه
كاملة إن ده هيأمن النظام بتاعه. طيب أستاذة غادة، البعض بيتكلم خصوصا يعني تعليقا على أمس بيقول إن أدوات 25 يناير اللي نزل بها الناس للشارع ما تنفعش في مواجهة هذه السلطة، يجب أن يكون في أدوات جديدة، يجب أن يكون في ابتكار جديد لمواجهة سلطة هي فهمت قوي ما الذي حدث في 25 يناير 2011. إيه رأيك؟ حقيقي أنا متفقة معاك طبعاً، إحنا محتاجين إبداع ومحتاجين أفكار مختلفة ومحتاجين أساليب مختلفة عن 25 يناير اللي اتبعناها، سواء حتى 25 وما تلاها يعني. بس خلينا متفقين الأول إن اللي حصل امبارح أنا مختلفة تماماً عن اللي بيقول إن عبد الفتاح السيسي نجح. أنا مش شايفة أي نجاح في إن واحد بيستخدم السلاح، واحد قفل الطرق، واحد بيهاجم الأهالي في الشوارع الجانبية، كلنا شفنا الفيديوهات ديت، كل ده عشان يمنع صوت الناس إنه يطلع، ومع ذلك طلع له من حيث لا يحتسب. الصعيد يعني، الصعيد اللي دائماً نسمع إنه يقول لك الصنم، يعني مع احترامي لأهل الصعيد يعني، بس اللي هو ما بيتحركش أبدا يعني، البلد تروح وتيجي هو ما بيتحركش. الصعيد طلعت له، حصلت مظاهرات ليلية يعني في الجيزة لما فض المظاهرة الأولانية تقريبا الصف، مدينة الصف أو حاجة زي كده، رجعوا بالليل، وحلوان كانت بالليل. يعني أنا قصدي إن هو مش هيقدر يكمل دوت، يعني السلاح مش هيقدر يكمل بيه مهما يكون، مهما هيرهب الناس، مهما ينزل المقنعين والملثمين يجروا ورا الناس في الشوارع الجانبية عشان يمنعوهم يخرجوا للميادين والشوارع العامة، هيعملوا ده كم مرة يعني؟ هيعمل ده قد ايه يعني؟ احنا شفنا ان الراجل يعني استنفذ كل واستدعى كل مؤسسات، لكن الدولة. لكن استاذه غدا الحقيقه في المقابل، في المقابل ايضا ان مفيش حد بيوجه الناس، بمعنى محمد علي بيطلع زي ما طلع النهارده ودعا الناس للنزول ساعه بعد المباراه، لكن ما حدش بيقول لهم ايوه هنعمل ايه، ايوه لو لقينا قوات امن في الشارع ما الذي نفعله؟ يعني مفيش قيادات يناير وما بعد حتى يناير، كيف يتم التغلب على هذه الإشكالية؟ خلينا نتفق تمام، خلينا نتفق على حاجة، أن صاحب الدعوة هو حد بعيد تماما عن السياسة وعن المعارضة، وأن الدعوة ديت ليها متلقي اللي هو الشعب المصري، وحصلت علاقة ما بين الشعب المصري أنه هو استجاب لمحمد علي، ودي ليه أسبابها الكتير طبعا، ولبى دعوته. يعني هو قال للناس انزلوا، أو فضح فزاد وقال للناس انزلوا تمام. فالناس نزلت، فالعلاقة يعني ثنائية، ما أعتقدش إحنا برا الدايرة. يعني أنا بعترف ان اي حد ينتمي للتيار المعارض بكل بقى اطيافه بكل تياراته هو بره الدايره ديت، هي العلاقه ثنائيه ما بين محمد علي وما بين الشعب المصري. واعتقد ان هو محمد علي كمان حد يعني لاول مره في حياته يشتغل سياسه، هو طبعا مش عارف ان هو بيشتغل سياسه، وهو الاول مره ان هو يعمل فاعليه او يدعو الفاعليه يعني. فالموضوع مش عندنا يعني. انا اعتقد ان ممكن ان الناس تقدر تساعد ان هي تقول ملاحظات، او تقول زي ما عمل مثلا ناس عملت باجتهاد شخصي ان هي قالت اماكن التجمع مثلا، ومع ذلك ما حدش عمل بده. يعني حتى محمد علي في اول دعوه ليه اللي هي جمعه اللي فاتت، لا اللي قبلها، دعا الناس ان هم ينزلوا تحت بيوتهم، واللي حصل ان الناس ما نزلتش تحت بيوتها، وصلت لميادين اتجهت فورا، لان دي حاله من الغضب كانت مش طبيعيه يعني، مخزون من الغضب جواهم يعني، فاتجهت للميادين وحتى ما سمعوش كلام محمد علي. طيب ابقي معايا استاذه غاده، يعني الشارع هيولد قيادته وهيحرك نفسه. طيب ابقي معي استاذه غاده، سريعا اعود للقاهره مره اخرى تحديدا من الوراء، وينضم الينا من هناك السيد عبد الله السيد احد شهود العيان. استاذ عبد الله انا بحييك، وامبارح كانت في تظاهرات في الوراء ويبدو ان تم ضربها من قبل الشرطه بعنف، احكي لي ايه اللي حصل بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو الحمد لله احنا خرجنا بالمسيره من جزيره الوراء، بنتجمع عندنا في وسط البلد ويعني ما سلميه والنقطه جنبينا وما فيش اي مشاكل مع الداخليه. كويس. ودي اول مره يحصل في تاريخ الجزيره ان احنا نمشي جوه الجزيره ويضرب علينا كده. حضرتك كوبري ورود الفرج اللي هم عاملينه الجديد دوت، قوات كتير واقفه فيه، وطبعا حاطين قوات تحت، احنا لسه ما هتفناش، لسه قربنا منهم يعني ما فيش بعد 500 متر لقينا الضرب اشتغل، وحريم معانا واطفال ورجاله كبيره. ويعني اول مره الجمعه اللي قبلها ضربونا، يعني ضربوا قنبلتين ثلاثه طفشونا وخلاص. المره ديت يعني اتعمدوا ان هم يجروا ورانا
وهبطوا على ناس كتير جدا. يعني العدد مثلا لغايه دلوقتي ممكن يوصل لحوالي 30، لسه بنجمع الاسامي. فاول مره هم يتعاملوا معانا كده، احنا ما بنطالبش غير بحقنا. موضوع الجزيره احنا بقالنا سنتين عايشين في ذل، عايشين في قهر. بقالنا سنتين ابن عم عايز يتجوز، ما فيش مباني، ما فيش طوب بينزل، ما فيش رمله، ما فيش اسمنت. اللي نازل بيقول له بطاقتك، اللي طالع بيقول له بطاقتك. لو الظابط انا شايفني اللي مش عاجبني يقول لي تعالى بطاقتك فين بتاع. من اسبوعين كانوا واخدين واحد وعملنا ثوره وقلنا لا مش هتاخدوه. الظابط بيقول له طب انا هاخده اسم شبر الخيمه اول، هكشف عليه. الله يا فندم اكشف عليه هنا. فبيعاملونا معاملة الكلاب اقسم بالله. فاحنا مش عارفين هم عايزين مننا ايه. الناس اللي بتدعي بحقوق الانسان والكلام ده كله ينزلوا عاملين كمين ناحية الوراق، كمين ناحية شبرا، كمين ناحية بسوس، مقفلين علينا البحر كله. حضرتك احنا مش عارفين نتنفس، مش عارفين نروح شغلنا. الواحد خايف يعدي بره يقف في اي كمين يقول بيبص كده في البطاقة انت من جزيرة الوراق. يعني بيعاملوه اسوأ المعاملة. ولو مكتوب عاملين يكتبوا لنا اواضي بقى ومش عارف 20 و22 و10 ومش عارف وكام وكام، وكله ضبط واحضار. الشيخ ناصر ابو العين اتاخد. يعني احنا بنتعامل معامله اقسم بالله احنا حاسين ان احنا مش مصريين. فده حرام، ده ظلم. فلازم نطلع ونقول يمشي السيسي ويمشي الرئيس. احنا عايزين واحد يعاملنا، يعني يشوف مطالبنا ايه. شكرا جزيلا الأستاذ عبدالله سيد حتشود العيان، كنت معي عبر الهاتف من منطقة تل وراق بالجيزة. عودة للدكتور أحمد بدوي مرة أخرى. كلامك دكتور في المداخلة السابقة كان بيتحدث على أن النظام بشكل أو بآخر من خلال القبضة الأمنية خلال تزييف الوعي نجح يمر بالأمس، لكن إلى أي مدى هو قادر على النجاح في أي جولات أخرى؟ يعني هل النظام ده يستطيع أن يعيش فترات طويلة بهذه الطريقة أم لا؟ طبعا في جانب آخر من المعادلة. النظام دوت يقدر يعيش بهذه الطريقة لفترة طويلة أو لا يتوقف على المعارضة. تعال بقى نمسك المعارضة أو نمسك الشعب المصري زي ما كانت الأستاذة غادة نجيب بتقول. إيه هو الشعب المصري؟ مين اللي نزل امبارح؟ محمد علي بيوجه كلامه لمين؟ بيوجه كلامه هو نفسه، بيقول أنا بوجه كلامي للغلابة. مين الغلابة؟ هم المطحونين، الناس اللي فعلا في الوراق عندهم مشاكل مع الحكومة من سنين، في حلوان، في بعض مناطق الصعيد، في المطرية، في عين شمس. الناس الغلابة عندهم مشاكل وغضب كبير. في 25 يناير كان في طبقة متوسطة بتساعد الناس ان هي يكون غضبها ليه طريق وليه سبيل انه فعلا ينجح في تغيير سياسي. اللي حصل ان النظام قدر ان هو يحيد الطبقة المتوسطة. ال 2001 اللي اتقبض عليهم مين دول؟ ما هم دول اللي بيشكلوا وعي الطبقة المتوسطة. اتقبض عليهم ليه؟ ارهاب، كارت ارهاب للطبقة المتوسطة. شايفين ناس بيتكلموا ونفسهم ان الناس الغلابة دول ينزلوا الشارع ويخلصوا من النظام وهم قاعدين في بيوتهم لانهم خايفين. جدار الخوف لسه ما انكسرش. قدرة النظام انه يستمر تتوقف على قدرتنا ان احنا يكون عندنا اطروحات جديدة، يكون عندنا تحليل سليم. مشكلتنا مش مشكلة السيسي، مشكلتنا مشكلة دولة قابع فوقها نظام. النظام دوت مترهل من سنة 52، مش قادر يخلي الدولة تؤدي المهام اللي المفروض اي دولة متحضرة تقوم بيها. المعارضة لازم يكون لها أدوات مختلفة. فكرة أن احنا ننزل مظاهرات في الشارع عشان نسقط يا دكتور رأس عفوا النظام. ما هو ده السؤال اللي يبدو أن حضرتك بتطرحه. عفوا يا دكتور، وكان لازم نتعلم منه. ما هو السؤال الصعب الآن في ظل قبضة أمنية شديدة جدا لدرجة أن واحد بيكتب زي في يعني زي الدكتور حازم حسني ولا دكتور حسن نفع لمجرد تويتة النهاردة هو موجود في الحبس. ماذا تفعل المعارضة؟ المعارضة مش موجودة، المعارضة محاصرة بقبضة أمنية قوية في مصر ومشردة حتى خارج مصر. ماذا تفعل هذه المعارضة الآن يعني؟ هذا هو بالضبط المأزق الكبير اللي وقع فيه مصر. ان من سنة 52 لغاية دلوقتي تم تفريغ الشعب من اي قدرة على التغيير،
تم تفريغ الطبقة المتوسطة من أي قدرة أن هي تكون محرك التغيير زي ما بنشوف في أي مكان في الدنيا، ودوت مخلي الوضع في مصر فعلا يعني سيء للغاية. المشكلة مش أن نظام يروح أو نظام يجي أو سيسي يمشي أو سيسي يجي، المشكلة أن بقى عندنا بنية اجتماعية غير قادرة على تصحيح نفسها. المشكلة دي مشكلة كبيرة جدا وفعلا محتاجين نفكر فيها. المعارضة حاليا أنا بتكلمش عن أي فعل في الشارع، ما بتكلمش عن نزول انتخابات، بتكلم يمكن على نقطة قبل كده بكتير، إن لازم يكون في طرح مختلف، تفكير مختلف، نظرية مختلفة قبل ما نفكر إن احنا ننزل الشارع. اللي احنا فيه دوت موجود وهيفضل موجود لسنوات، ومحاولة الترقيع من قبل النظام أو محاولة التغيير الثوري من قبل الناس اللي فعلا غضبانة، المحاولتين دول ما أعتقدش إن هم هينجحوا. كلنا في نفس القارب، ولازم يكون في طرح جديد. لو الدولة مش قادرة ان هي تقود الطرح دوت عشان التغيير، يا اخي الناس اللي في الخارج لازم يبتدوا يتكلموا، الناس اللي موجودين جوه مصر بره السجون لازم يبتدوا يتكلموا مع بعض، يحلوا التناقضات الذاتية اللي جواهم. لازم نفهم التغيير في بلد زي مصر هياخد سنين، هي مش عركة في حارة، مش هننزل نضرب ونقلص وزي ما حصل في 18 يوم في يناير واحد هيقع وتفتكر الدنيا هتبقى أحسن. محتاجين يكون عندنا نفس طويل. محمد علي عمل شيء مهم جدا، أنه خلانا نتكلم، خلى يحصل فيه حركة، لكن الحركة دي لازم الناس تبني عليها، الناس اللي عندها فكر، الناس اللي بتقدر تحلل، الناس اللي شايف الأمور من زوايا مختلفة. لازم نتعلم إزاي نتكلم مع بعضينا، مش كلنا في السجون، في ناس بره السجون، حتى الناس اللي بره السجون خايفين ومش قادرين يتكلموا مع بعض، ولما بنتكلم مع بعض بنتخانق. في عندنا تناقض ذاتي، والتناقض الذاتي داخل الشعب وداخل المعارضة هو أكبر ضمان لاستمرارية النظام. الدكتور أحمد بدوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من برلين، أشكرك شكرا جزيلا. وعودة إلى عبد الفتاح السيسي مرة أخرى، فقد غرد الرئيس المصري في سلسلة تغريدات على موقع تويتر عقب موجة التظاهرات التي شهدتها البلاد، وقال إن ما سماه سرطان الإرهاب ما زال يحاول خطف مصر، وأكد السيسي صموده في مواجهة ما سماه الإرهاب، وقال إن ذلك الصمود هو بفضل الله ثم بفضل جيش مصر الذي كان وما زال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة وفق تعبيره. وأشار إلى أن ما وصفه بالمعركة مع الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي من دون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء أكان إرهاب العقول أم الأنفس حسب تعبيره. في حين أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي عن قلقها إزاء عمليات الاعتقال الواسعة على خلفية التظاهرات في مصر، وطلبت بإطلاق سراح كل من اعتقلوا أو احتجزوا، وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني المصرية وثقت اعتقال أكثر من 2000 شخص، منهم محامون وحقوقيون وناشطون سياسيون وأساتذة جامعيون وصحفيون. تنظيمات الإرهابية، الاعتقال لمواطن ينتقد الحكومة، هذا فحوى بيان لوزارة الخارجية المصرية يرد على بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، معتبرا أن كلام المفوضية الأممية غير دقيق ويستند لافتراضات منافية للواقع. وشدد المتحدث على أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا أو لتوجيه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون. كان بيان المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أبدى قلقا إزاء غياب المحاكمات القانونية للمعتقلين جرى القبض عليهم على نطاق واسع عقب مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر أيلول الجاري. استند بيان المفوضية إلى ما رصدته منظمات المجتمع المدني من اعتقال لما يزيد على 2000 شخص، بينهم محامون وحقوقيون ونشطاء وأساتذة جامعات.
من بين ما أزعج المفوضية الأممية حسب بيانها توجيه تهمة مساعدة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها للمعتقلين، وتلك تهمة تطال الآن حسب محامين أكثر من 13 قبطيا وردت أسماءهم في قوائم الاعتقال. تنتقد الخارجية المصرية بيان المفوضية الأممية في حين أن بيان للنائب العام المصري أقر بإجراء تحقيقات موسعة بل وبفحص مواقع التواصل الاجتماعي في هواتف نحو 1000 شخص ممن اعتقلوا على وقع هذه المظاهرات. تقول الخارجية إن المعارضين المعتقلين لم يتبعوا الإجراءات المقررة في قانون التظاهر، ويسأل مراقبون وهل اتبع المؤيدون الإجراءات تلك؟ مع السيسي. احنا معاك يا ريس، احنا معاك ضد الأعداء والخونة. أذهب سريعا إلى اسطنبول لسؤال أخير للأستاذة غادة. أستاذة غادة، منذ قليل دعا محمد علي إلى نزول الناس للشوارع بعد انتهاء مباراة الأهلي واللي غالبا بدأت وستنتهي بعد حوالي ساعة أو أكثر. تعتقد أن محمد علي ما زال يمتلك هذا الإلهام الذي ألهمه للناس للنزول إلى الشارع أم لا؟ طب بس انا كنت عايزه ارد على وزير الخارجيه، يعني طيب ردي يا ريت، اتفضلي اتفضلي عليه اتفضلي. بينتقد السيسي. لا انا عايزه اقول لحضرتك ان في ناس، ان هو ان الناس اللي بتقبض عليها لازم يكون بتهمه. انا في ناس بيتقبض عليها من غير تهمه اصلا، من غير تهمه. انا اخواتي الاثنين مقبوض عليهم، اخو جوزي مقبوض عليه. قبضوا عليهم ليه؟ قبضوا عليهم ليه وهم ما لهمش اي علاقه؟ يعني اخ من اخواتي ده طفل عنده 17 سنه كان لما اخذوه من البيت. ليه اخذوهم؟ ليه متهمينهم انضمام لجماعه ارهابيه ومساعده جماعه وهم ما لهمش علاقه لا من قريب ولا من بعيد بالسياسه؟ اللهم الا ان هم اخواتنا، يعني ان هو يعني يعني هذا النظام كذاب وبالتجربه يعني بيعتقل اخوات المعارضين واهالي المعارضين لمجرد بس ان هم اخواتهم، فما فيش اي تهمه يعني. نرجع للسؤال بتاع حضرتك. ده يتوقف على محمد علي كمان. يعني أنا كنت شايفة أن محمد علي لو فضل في المسار بتاعه اللي هو فضح وتعرية عبد الفتاح السيسي، فضح فساده، كشف أكاذيبه، الراجل دوت اتكشف قدام الشعب المصري كله أنه هو كذاب لما كان بيدعي أن احنا فقراء قوي، وفي نفس الوقت بيبني استراحة ب 250 مليون وعدلتها بعد الكلام ده ب 25 مليون والناس مش لاقية تاكل. وبعد كده هو طلع اعترف وقال هبني بنيت وهبني وهبني، مش همه حاجة يعني. في النهاية هو الراجل كذاب. أنا كنت بتمنى أن محمد علي يستمر في هذا المسار. هو خطفنا كلنا الصراحة يعني، وأمر دعا الناس للنزول والشعب المصري خطفنا كمان، واتفاجئنا ان هو لبى رغم كل الصدمات اللي مر بيها. يعني السيسي على مدار 6 سنين أو 7 سنين ما سابش دنيئة الا ما عملها، صدمات 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 للشعب المصري، مذابح ورا بعضيها، اعتقالات، تصفيات، اعدامات، اللي هو يعني خلى الناس مش عارفه يعني، عارف انت، عاشوا كرب ما بعد الصدمه يعني، ومش عارفين يتنفسوا حرفيا. ومع ذلك كلام حاجه واحده بس قالها محمد علي حركت الجماهير، يعني شعللت الغضب اللي جواهم. هو الغضب موجود بس حركته وخلتهم قدروا ينزلوا ويكسروا، مش هنقول جدار الخوف، لان احنا بنتكلم على مدار 6 سنين مذابح واعتقالات ومصايب، يعني كوارث عملها في حق الشعب دوت. بس على الاقل قدروا يفتحوا لهم فتحه كده جوه الجدار حتى لو كانت صغيره. انا كنت بتمنى ان الفتحه دي تتسع وتكتر وتكبر اكبر من كده، ومش هيحصل دوت الا ان محمد علي يكمل في المسار بتاعه، يفضح ويكشف ويعرف المصريين فلوسهم بتروح فين والمليارات ديت بتصرف على ايه. شكراً. هم مش لاقيين ياكلوا. استاذه غاده نجيب الناشطه السياسيه، كنت معي عبر الاقمار للصناعيه من اسطنبول، بشكرك شكرا جزيلا. عوده اليك استاذ عمر. يبدو ان احنا امام اشكاليه. محمد علي ما زال يدعو الناس للنزول للشوارع. دكتور بدوي بيقول النزول مش كافي، لن يزيل هذا النظام بشكل او باخر، خصوصا مع اليات النظام الجديده. اذا ما الذي سيحدث يعني؟ لا هو احنا يعني هو ما فيش حل جاهز، يعني ما فيش حل بينزل مع الضمان بتاعه ان ده هينجح وده مش هينجح. لكن هو المهم ان اللي حصل حاليا رجع حاجتين مهمين. اولا رجع الناس للشارع، رجع الناس تاني للمعادله، وده اللي كان عبد الفتاح السيسي حريص انه دايما يخليه بره
بره كل مشكلته مع الناس، كان دايما يعني حابب يصدر ان هي مشكله بينه وبين بعض السياسيين، وان الشعب المصري شعب جدع وعايز يشتغل وعايز لقمه عيشه وعايز يشوف حياته ومالوش دعوه بكل القصص ديت. الحاجه الثانيه ان هي رجعت السياسه تاني مصر تاني، بقى فيها سياسه رغم ان ما عندناش انتخابات وما عندناش برلمان. لا مصر ما فيهاش سياسه، مصر فيها احتجاجات لكن ما فيهاش سياسه. رجعت سياسه تاني، الناس بدات تتكلم تاني في السياسه. الناس المعارضين حتى بداوا تاني يتكلموا في السياسه. احنا كان عندنا معارضين بقى لهم 3 4 يعني سنين سنوات وهم ساكتين تماما محبطين يعني يعني كانش عندهم امل خالص. فدي عمليه مهمه جدا، لان وقت ما العجله بتدور هي بتتطور مع الوقت. الناس اللي نزلوا امبارح وقعدوا بصوا لبعض هنعمل ايه، مين هيهتف، هيتحرك ازاي، خلاص هم مش عارفين. لكن لما هينزل المره الجايه قبل ما ينزل هيبقى هو مرتب نفسه. يعني احنا ما هننزل مين حتى من غير رؤوس لها خبرات تقودهم، زي ما حصل في ثوره يناير بالظبط. لا ثوره يناير ابتدت وفي ناس بتقودها في 6 ابريل، في الجمعيه الوطنيه للتغيير، في الاشتراكيين الثوريين، في الاخوان، دول كلهم مش موجودين. ممكن في التحرير، ممكن في مثلا مدينه كبيره زي الاسكندريه، لكن اغلب المدن الثانيه لا. لا الاخوان كانوا موجودين في كل مكان، 6 ابريل كانت موجوده في كل مكان. لا 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 بس في ناس طلعت افرزتها الحراك، افرزها الشغل الميداني، افرزتها الخبره بال يعني بالشغل. يعني اذا المعارضه مش موجوده مش معنى كده ان ما فيش شعب. احنا في النهايه هو الشعب ده هو اللي بيفرز المعارضه بتاعته وبيفرز النخب بتاعته. فالمعارضه حاليا انها بره مصر او ان هي في 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 السجن او ان هي خايفه ومحبطه، مش معنى كده الناس خلاص هتفضل مستنيه. لا، الناس هتفرز قيادات ميدانيه قادره على توجيه التظاهرات، هتفرز نخب سياسيه جديده قادره على تقديم حلول، قادمه على الهام الناس. الناس اللي خرجت في الوراق زي ما الاستاذ عبد الله قال، هو في النهايه ما اتكلمش في السياسه خالص، ملوش دعوه بالقصور، ملوش دعوه بالانتخابات، وبتكلم في مشكله اهل الوراق. فانا حجم المظالم اللي داخل المجتمع كبير جدا، وكل الناس خارجه تعبر عن مظالمها. مش شرط ان هو يعني كلهم عندهم نفس الاجنده، كلهم خارجين عشان الفساد او عشان الحريات او عشان الاعتقالات، لكن حجم المظالم كبير. وكل عبد الفتاح السيسي بيعمله بيزود هذه المظالم. هو لو كان ذكي كان خلال الاسبوع اللي فات ده بدا يعمل سياسات جديده، ياخد قرارات جديده، لكن هو اعتمد فقط على قمع الناس. فالقمع نجح في يوم في انه يمنع التظاهرات، لكن مش دايما هو ده. طيب يكاد يكون الوقت انتهى وقت حضرتك، لكن الى اين تتجه الامور قراءتك للقادم بشكل سريع؟ قراءتي للقادم ان 20 سبتمبر كان بدايه مرحله جديده، من الصعب تماما الرجوع عنها، بمعنى من الصعب تماما ان النظام يقنع الناس بان يديله فرصه اطول، من الصعب تماما اقناع الناس ان هذا النظام قادر على التعبير عنهم او عن يعني صياغه مستقبلهم. وبالتالي احنا بدانا عمليه هتتطور مع الوقت. واجب المعارضه حاليا وواجب النخب السياسيه انها تتبنى اجنده واضحه توجه الناس ليها وتبقى قادره على مخاطبه الناس. واجب الناس انها تصبر وانها تستمر وانها يبقى عندها وعي كافي بأن العملية دي هتطول وهتاخد وقت ومحتاجة مجهود. أشكرك شكرا جزيلا عمار فايدة، الباحث والناشطة السياسية المصرية. مشاهدينا الكرام، وعلى صعيد متابعة الصحافة الغربية لما يحدث في مصر، فقد نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن سلوك السلطات المصرية في قمع الاحتجاجات المناهضة لعبد الفتاح السيسي. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن قوات الأمن المصرية نشرت مجموعات من رجال ملثمين مسلحين وشرطة مكافحة الشغب ما حال دون قيام المتظاهرين المناهضين للحكومة بتوجيه تحد رئيسي ثان للنظام في غضون أسبوع واحد. وأكدت الصحيفة أن ضباط الشرطة الذين يرتدون الزي العسكري قاموا بإيقاف الأشخاص بشكل عشوائي وفحص محتويات هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت الصحيفة أن الوجود الأمني المكثف عرض الناس للتخويف، وفي الأحياء التي احتج فيها السكان في الماضي كان رجال الأمن بملابس مدنية يحملون أجهزة اتصال لاسلكية ومسدسات مرئية يبحثون عن الناس ويقومون باستجوابهم. وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم قيام الحكومة بخنق الحركة والتجمع ومنع حرية التعبير للعديد من المصريين، فإنها جلبت عشرات الآلاف ليخرجوا ويتجمعوا في مدينة نصر بالقاهرة لدعم السيسي.
أما صحيفة نيويورك تايمز فقالت إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من الكاتب الأمريكي برايت ستيفنز زيارة بعض الأبنية الجديدة في مصر، ودعاه لعدم وصفها بالقصور. وفي مقاله بالصحيفة قال ستيفنز بعد لقاء الرئيس السيسي في نيويورك مع نحو 25 شخصا آخرين، دعاني لزيارة الأبنية الجديدة في مصر وطلب مني عدم وصفها بالقصور. ونقل الكاتب الأمريكي عن السيسي قوله: أين سأستقبل ترامب؟ وأضاف السيسي إن كلفة اللا قصور هذه ضئيلة جدا، وطرازها ينبغي أن يكون مناسبا. وقال ستيفنز إن السيسي جعل أي نوع من الإصلاح مستحيلا، فهو يرغب في أن يختار المصريون واحدا من اثنين، هو أو الطوفان. وأضاف الكاتب أن الطوفان هو الذي سيكسب المعركة في نهاية المطاف. وقال ستيفنز إن السيسي قال له قبل سنوات إن أكبر خطأ ارتكبه حسني مبارك هو استمراره في السلطة لفترة طويلة، ليعلق ساخرا بأنه هو نفسه استولى على السلطة بالقوة العسكرية عام 2013، وأعاد انتخاب نفسه بنفسه بنسبة 97%، وعدل الدستور ليستمر في الرئاسة حتى العام 2030. واختتم برايت ستيفنز مقاله ساخرا من أن السيسي يتوهم أنه زعيم شعبي. ومن أمريكا إلى فرنسا، حيث قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه بعد الاحتجاجات التي شهدتها القاهرة ومدن مصرية أخرى هذه الجمعة والجمعة الماضي والمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم السلطات بموجة قمع بحق المتظاهرين. وأشارت لوموند إلى أن الذين تم اعتقالهم هم شباب فقراء تتراوح أعمارهم بين 30 و18 عاما، من الطلاب العاطلين عن العمل والقادمين من الأحياء المحرومة. وينضم إلينا الآن عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من واشنطن لالي كورب، كبير الباحثين بمركز التقدم الأمريكي، مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق. للحقيقة سيد لالي، دعني أسألك سؤال عام في البداية، كيف ترون من واشنطن ما يحدث في مصر الآن، هذه الاحتجاجات ضد عبد الفتاح السيسي؟ Well, unfortunately, as the article point that you had there by Brett Stevens in the New York Times, Brett Stevens في نيويورك تايمز، السيسي هو الطاغى المحبب لدى ترامب، وترامب قابله في الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة، وبالتالي فترامب يدعمه. والأمر مختلف عما حصل في عام 2011، حيث سحب الرئيس أوباما دعمه لمبارك، حيث كان ثمة انتفاضة في تلك الفترة. طيب سيد لاري كورب، هل تعتقد أن هذا الدعم من قبل ترامب قادر على أن يبقي السيسي في الحكم لفترات طويلة رغم وجود احتجاجات شعبية ضده أم لا؟ حسنا، أعتقد أن هذا سوف يوفر له مساحة قصيرة الأمد ليغير من سياسته، لا سيما فيما يخص القصور. وكما قلت، هو يريد أن يستقبل ترامب في هذه المباني. طبعا ثلث الشعب المصري تحت خط الفقر. الإمارات العربية المتحدة قالت أنها سوف تتوقف عن إقراض مصر بالمال إذا لم يضبط هذه الأمور. لا أعتقد أنه سيستمر طويلا، وليس لديه دعم الكونغرس، لا سيما الديمقراطيين في الكونغرس، ويمكن للكونغرس أن يقطع المعونات التي تصل إلى مصر. إذا لديه مساحة، لديه وقت قصير، ولكن ليس بوقت طويل. ما الذي يجعل ترامب يقوم بكل هذا الدعم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويصفه حتى بأنه الدكتاتور المفضل له؟ ترامب يحب الطغاة. قابل السيسي وقابل أردوغان، أردوغان الذي يقوض الديمقراطية في تركيا، وعندما يذهب إلى أوروبا يقابل
فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري والذي يقود الديمقراطية في المجر في هنغاريا، وأيضا بوريس جونسون الذي أيضا يقود الديمقراطية في بريطانيا، لا سيما بعد إصدار المحكمة العليا قرارها. إذا هذا الرجل يحب أولئك الأشخاص الذين يتعاملون معه، لا سيما الطغاة. ألا يعي ترامب بأن فكرة أن يحمي طاغية كما ذكرت أو دكتاتور كما هو الحال في مصر الآن، هذا يفقد أمريكا يعني أي حب لدى المصريين أو حتى رؤية للدور الأمريكي بشكل محترم في مصر سيد لاري كورب؟ حسنا، أعتقد أنه لا يتفهم ذلك، هو يركز على الأمد القصير. وطبعا عندما غادر مبارك أتى مرسي وكانت هناك فترة من عدم الاستقرار، وبعد ذلك أطيح به خلال سنتين ووضع في السجن وتوفي. عندما اندلع الربيع العربي في 2011 كان ثمة فترات طويلة من عدم الاستقرار، ولكن الحقيقة مرتبطة بالتوجه طويل الأمد. وسائل التواصل الاجتماعي يمكن الاعتماد عليه ولا يمكن قمع الناس دائما وأبدا، لأن المصريين يعلمون ما جرى مع مرسي وما يجري مع السيسي، حيث السيسي ينفق أموالا على قصوره عوضا عن أن يهتم بحاجات شعبه. البعض في مصر يقول عكس ذلك، يقول طالما هناك رضا أمريكي عن السيسي بجانب القبضة الأمنية التي يستخدمها السيسي ضد المتظاهرين في مصر والدعم الإسرائيلي السعودي الإماراتي فهذا يكفي لبقاء السيسي في الحكم لأمد طويل، ما رأيك؟ حسنا، مرة أخرى على الأمد القصير هذا منطقي، لأننا لا ندري من سيخلفه، من سيخلف السيسي، الرجل أو المرأة ربما ستدعم التوجه العربي لا سيما فيما يخص العملية السلمية والملف الإيراني أيضا وغيره من الملفات، ولكن على المدى الطويل هذا يلحق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن موقفنا مهم للغاية. عندما نساعد السعوديين في اليمن فإننا نقوض من موقفنا الأخلاقي، ويفضي ذلك إلى بزوغ نجم إرهابيين يرتمون في أحضان تنظيم الدولة، لأنهم يعرفون أن هناك نفاقا أمريكي، لأن أمريكا تكيل بمكيال وتكتال بآخر. هل تعتقد أن الجيش في مصر هو قريب كل القرب من أمريكا ومن وزارة الدفاع الأمريكية، من الممكن أن يكون له دور في إزاحة عبد الفتاح السيسي من الحكم؟ في فترة ما يمكن فعل ذلك، ونحن نتوقع ذلك، اعتقد أن ذلك سوف يحصل في فنزويلا ولكن لم يحصل. ولكن تذكر السيسي هو من الجيش أصلا، ومن الصعوبة بمكان أن ينقلب عليه الجيش. وطبعا هم يتذكرون حقبة مبارك وعندما أطيح به وأتى مرسي وكان هناك بعض الفترة غير المستقبل، ولكن ربما بلغ السيل الزبا بالجيش ويمكن أن يقول كفى لكي يعيد الاستقرار مرة أخرى في مصر، أعني الجيش. أعتقد أن هذا سوف يحصل مع السيسي، ولكن السيسي أصبح ربما على نفس السوء من مبارك وربما أسوأ. البعض يقول أن الجيش لا يستطيع أن ينقلب على عبد الفتاح السيسي في مصر إلا برضا من الولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا حقيقي؟ لا شك، لا شك في ذلك، لأن المؤسسة العسكرية المصرية تعتمد على المعونات الأمريكية منذ اتفاقية كامب ديفيد في عام 1979. لذلك إذا ما قلنا إذا ما استمر سيسي بفعل هذه القبائح فإننا سوف نقطع المعونات، هذا سيؤثر على مصر بلا شك، لأنه من دون المعونات فإن الجيش لن يرى نفسه أداة نافذة
فاعلة لا سيما فيما يخص التهديدات الإيرانية. يعني هل تتفق معي رأيي أن في ظل وجود إدارة ترامب لن تقطع أمريكا أبدا المعونات عن الجيش المصري ولن تحثه أو تدعمه في فكرة الإطاحة بالسيسي سيد لاري؟ حسنا، أعتقد أن الكونغرس يمكن أن يقطعه، ولكن ترامب يمكن أن يستخدم النقد الفيتو، وطبعا لدينا سنة تفصلنا عن الانتخابات. لا أعتقد أن هذا يمكن أن يحصل على الأمد القصير، ولكن على الأمد الطويل إذا ما أعيد انتخاب ترامب ربما الكونغرس سوف يتخذ خطوات لحجب المعونات كما فعلوا ذلك مع السعوديين لا سيما في حربها في اليمن. ما اللحظة، هل من الممكن أن تأتي لحظة ما ويرفع ترامب دعمه عن السيسي سيد كورب أم لا؟ حسنا، نحن نتمنى ذلك، ولكن عندما تقول عن السيسي أنه ديكتاتوري المفضل، وعندما تتجاذب أطراف الحديث مع طغاة آخرين وتغض الطرف عما يقوم به، تذكر المكان بطبيعة الحال الذي أعيد انتخابه فيه، يمكن أن يفضي به إلى أن يمسك بزمام السلطة لعام 2030 أيضا في مصر. البعض يقول أيضا بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل على الأقل تحت رئاسة بنيامين نتنياهو تقدم كل الدعم المطلوب لنظام عبد الفتاح السيسي، ولن تسمح لأحد بأن يقوم بخلخلة هذا النظام أو حتى يعني إبعاد السيسي عن الحكم. هل هذا صحيح؟ هي قادرة على فعل هذا الأمر؟ حسنا، لا أعتقد أن هذا منطقي على الأمد الطويل، وفي ظل حكم نتنياهو إسرائيل مالت إلى السلطوية أكثر من ذي قبل، ولكن أعتقد أن إسرائيل ينتابها قلق إذا ما تغيرت الحكومة المصرية يمكنه أن نعود إلى المربع الأول، إلى ما قبل ربما اتفاقية السلام أي حقبة كارتر، ولكن أعتقد أن هنالك بعض الاختلافات يمكن أن تطرأ. طيب سيد لاري كورب، أنت شخصيا كيف تقرأ المشهد الحالي في مصر؟ أعتقد أنه طاغية قاسي الفؤاد يريد أن يمسك بزمام الأمور، يريد أن يتشبث بالسلطة، وهذا واضح لأن هناك مظاهرات تصدى معها بقمع. هناك 50,000 شخص يقبعون وراء القضبان منذ أن استولى على السلطة. وهل تعتقد أنه قادر على المكوث في السلطة لفترة طويلة كما هو الحادث مع بشار الأسد الآن على سبيل المثال؟ على الأمد القصير على الأقل نعم، ولكن إذا ما حجبت الإمارات العربية المتحدة قروضها، وإذا ما كان صندوق النقد الدولي سيحجب أيضا قروضه لأنه لا يرق له ما يقوم به السيسي، فإن الاقتصاد سوف يتعثر، وأعتقد أن الناس ربما سيتظاهرون أكثر، ربما سيتحرك الجيش. ولكن تذكروا أن الاقتصاد قد نما في السنة الماضي بواقع 5%، أما إذا الاقتصاد لم يكن على ذلك من النمو فيمكنك أن تتخيل كيف ستجري الأمور. أشكرك شكرا جزيلا لاري كورب، كبير الباحثين بمركز التقدم الأمريكي، مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن. أدنت منظمة مراسلون بلا حدود ما اعتبرته محاولة جديدة من السلطات المصرية لتكميم وسائل الإعلام في البلاد. وقالت المنظمة إنه منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 20 من الشهر الجاري احتجزت السلطات المصرية 6 صحفيين على الأقل وحجبت مواقع إلكترونية.
واعتذرت المنظمة أن عدد الصحفيين المحتجزين في مصر ارتفع إلى 31 صحفيا، وأشارت إلى أن هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات تظهر مرة أخرى التعتيم الذي ينتهجه النظام الحالي، وهو النظام الذي ينتهك حق المواطنين في الحصول على المعلومات. وطلبت مراسلون بلا حدود من السلطات المصرية الكف عن تكميم وسائل الإعلام في أوقات الاضطرابات بمنع الصحفيين من القيام بعملهم. في حين قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قيام قنوات مصرية بنشر مقاطع فيديو لاعترافات أشخاص من جنسيات مختلفة لا يعرف ظروف الإدلاء بها، وقبل عرضهم على قضاء شفاف يجعل تلك القنوات شركاء في جريمة تعذيب. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن عمرو أديب قام بعرض مقاطع فيديو لمواطنين من جنسيات مختلفة يدلون خلالها باعترافات عن مشاركتهم في تظاهرات، مؤكدا أن أديب حصل على هذه المقاطع من أجهزة الأمن ولم يكترث لظروف الإدلاء بالاعترافات وقانونية نشرها للإيحاء للجمهور بأن هنالك مؤامرة على مصر. وقالت المنظمة إن نشر المكالمات المسربة يهدف لشيطنة كل من تحدث بكلمة نقد للأوضاع التي تعيشها مصر، ولإقناع الجمهور بأن من يقف وراء دعوات التظاهر جهات خارجية تريد تدمير مصر. وكان إعلاميون مقربون من النظام قد سخروا من تظاهرات الجمعة وأنها فشلت في تحقيق أهدافها، زاعمين وجود جهات أجنبية تحرك المتظاهرين لإسقاط الدولة المصرية. فلنتابع. صوتك وصل يا ام علي، ويعني وانا اشكرك على الاتصال واتحنا ليك الفرصه. الست يعني طقمت له، خدته في الكورنر وهاتك ابر وداون وميدل، دي قالت له انا من بتوع الكنبه، يعني دي مش مثلا جايه له بقى بتاع، وهو يا عيني ما هو مش قادر يقفل الاتصال، ما هو وبعدين هي عملت فيه عملة غريبة جدا، خدته الأول على البارد، قالت له يا ابني وإحنا والبلد، فهو إيه قال لك مكالمة وراحت بيها مدياله ضابط المخابرات النهاردة بتاع قناة الجزيرة اللي مسؤول عنهم، جابهم مسح بيهم الأرض، قال لهم رقبتنا. أنا بقول لحضراتكم معلومة واللي سمعيني في الجزيرة عارفين الاجتماع اللي حصل النهاردة، جابهم مسح بيهم الأرض، قال لهم مش للدرجة دي، يعني أصول حتى الكذب مش موجودة، يعني مهنية الكذب وحرفية الكذب بتاعت الجزيرة انتهت. قال لهم يا جماعة دي نفس الفيديوهات، نفس الواد أبو فانيلا صفرة موجود في كل حتة، موجود في كل بلد، منتشر في مصر كلها، ما عندكمش فيديوهات تانية؟ أين جمعة الخلاصة التي اعتقدوا أنها خلاصا من دولة وطنية ومؤسسات وطنية؟ لا، كانت خلاصا منهم ومن مخططاتهم. السؤال اللي هو ليه علاقة بهرتلة الجزيرة، إن هي ما بقتش تمارس أدوات النصب الإعلامي بشكل محنك واحترافي خاصة في هذا اليوم. ليه بقى هذا اليوم؟ ليه بقى؟ لأن هم كانوا متراهنين أن النهاردة تقريبا كان ثورة باين ولا مش عارفة إيه، يعني كانوا بيدعوا ليها. وفي نفس الوقت ما عرفش طلعت فنكوش زي ما احنا كنا متوقعين. فهم كانوا بيحاولوا يعيني أن هم يعني يثبتوا أي حاجة في أي حاجة، فهوبا الهرتلة إيه بقى بدأت تظهر في الجزيرة. بيشتغل دلوقتي إيه؟ مش عارف مين في الوراق ومين في إينا، مين في الوراق ومين في إينا. بسم الله ما شاء الله الجزيرة، بسم الله ما شاء الله. بص الأكاذيب بدأوا، ما أنا بقول لك إيه، هو لما بيلاقي كده بيبدأ يفبرك. المصريين اللي بجد أهو هم دول اللي موجودين. مصر الحقيقية مش في الفيسبوك وتويتر، لا، مصر الحقيقية شفناها النهاردة. صدفة غريبة، يعني عاملين عملية في يوم الخلاص بتاعهم اللي هم فاكرين إنهم هيستولوا على، وبعدين ضربوا هناك في سيناء ويفتحوا ويهربوا المساجين تاني ويعملوا ويعيدوا القرى، فاكرين إن الشعب ده ما بيفهمش وهم اللي بيفهموا. للحقيقة احنا في الجزيرة لا نرد عن اتهامات، لكن وان كان الاتهام كان موجه لينا احنا كمذيعين اللي احنا بنقعد بالامس، وانا كنت مشارك في التغطية بنقعد مع ضباط مخابرات قطرية، الحقيقة ما فيش رد على اللي قاله عمرو أديب، غير يمكن الحقيقة ما لقيتش رد غير الرد اللي قاله محمد سعد الفنان المعروف في احد افلامه ان هو بيكذب كذب الإبل.
لأن الحقيقة لم يحدث أبدا ولن يحدث أن احنا نجلس مع ضباط أو غير ضباط. أما بخصوص المكالمة الهاتفية، أنا أتمنى عليه أن يفتح الاتصالات الهاتفية للجمهور كما تفتحها الجزيرة مباشر للجمهور بهذا الشكل الذي رأيناه بالأمس ونراه على شاشة الجزيرة كثيرا، سواء كما حدث بالأمس مع الزميل مجاهد شرارة أو غيره. أتمنى منه أن يفتح التليفونات للناس ليستمع إليهم، ليستمع إلى آهات ومشكلات الشارع المصري دون أن يكذب أو يتهم الناس بالكذب كما رأينا ذلك منه بالأمس ونراه بشكل متكرر. على أي حال دعونا نناقش هذا المشهد مع ضيفتي عبر الهاتف من واشنطن، أستاذ الإعلام بجامعة ماريلاند الدكتورة سحر خميس. دكتورة سحر أحييك، وللحقيقة عايز أبدأ معك بهذا المشهد بالأمس. فكرة الأكاذيب، فكرة الإتيان بالممثلين والرياضيين أو الإتيان بحشود لتوصيل رسالة أن في مصر لا توجد اعتقالات، لا يوجد من يتظاهر، وبالطبع المسألة اليومية اللي خاصة بالهجوم على قنوات الجزيرة. تفضلي. شكرا لكم على الاستضافة. أعتقد أن كثير من هذه الأساليب المعروفة المقررة قد استخدمت من قبل بالفعل في 2011 وما بعد 2011. فكرة نظرية المؤامرة، أن هناك عناصر خارجية هي التي تحرك كل هذه الأمور، فكرة الفئة المندسة أو تخوين الآخر أو التحدث عن شرذمة قليلة من الناس هي التي يعني تحاول أن تؤجج الشارع أو أن تستثير غضب الناس. نفس هذه الأفكار، نفس هذه الأساليب نراها بشكل نمطي ومكرر. هي الحقيقة ليست شيء جديد، ولكن الجديد فقط هو تصعيد النغمة الآن بشكل مكثف جدا، تحديدا على الجزيرة، يعني ذكر قناة بعينها ومحاولة تسليط الضوء عليها بشكل كبير ومكثف، وليس التحدث فقط عن الإعلام المعارض بصفة عامة أو عن الأصوات المعارضة. حضرتك ذكرت أنه بتتحداهم أن يفتحوا المجال أمام الجمهور لكي يشارك ويبدي رأيه كما يحدث في الجزيرة. أنا أيضا أقول لماذا لا تفتح القنوات المصرية المناصرة للنظام في مصر المجال أمام كل الأصوات المؤيدة والمعارضة. أنا عندما استضاف في الجزيرة يكون هناك أصوات مختلفة، وكنت يعني منذ أيام قليلة في برنامج ما وراء الخبر في الجزيرة، وكان هناك ضيف يتحدث في مصر ويدافع عن النظام في مصر ويتحدث مناصر للنظام في مصر والإعلام في مصر، وأفرد له المذيع مساحة كبيرة للتحدث وعرض وجهة نظره والكلام في كل ما يريده دون أن يقاطعه ودون أن يعني يسخف من كلامه. هل يمكن أن نرى ذلك في الإعلام الرسمي المصري؟ استضافة أصوات مختلفة معارضة في كل الأطياف وكل الاتجاهات من كل الفئات، هذا تحدي نريد أن نطرحه على الإعلام الرسمي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة سحر خميس، أستاذ الإعلام بجامعة ماريلاند الأمريكية، كنت معي عبر الهاتف. وينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول السيد مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. كان لكم بيان فيما يخص الأوضاع في مصر وخصوصا بالأمس. مصطفى، أرجو يعني أن تحدثنا عنه في عجالة. يعني نحن بشكل واضح جدا نستغرب اشتراك الإعلام المصري في جرائم جنائية بهذا الشكل الوضيع. الحقيقة فكرة استضافة أشخاص يدانوا على شاشات التلفاز قبل أن تصدر عليهم أحكام قضائية، قبل أن يعرضوا على النيابة العامة هم في عداد المختفين قسريا، وهذا تكرر أكثر من مرة على شاشات التلفاز، عرض المتهمين يدلون باعترافات أمام شاشات التلفاز هذه جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة قانونية، واشتراك في جرائم وإعلان واضح لانهيار منظومة القضاء بأن الأمن المصري يمارس دوره على كل شيء. كان الإعلام المصري تشد قبل قليل عمرو أديب تحديدا الذي ارتكب هذه الجريمة، وهذه جريمة جنائية كما قلت. يتحدث عن قناة الجزيرة أنها تتلقى تعليمات من قبل رجال أمن أو مخابرات أو ما إلى ذلك، والنظام المصري غارق حتى النخاع في التدخل في كل شيء، حتى في الإعلام وفي الزج بالإعلام، في إصدار أحكام قضائية على الأشخاص المتهمين قبل أن يعرضوا على القضاء، وربما لا يعرضوا أصلا على القضاء، وربما لا يكون هناك قضايا أصلا بشأن هؤلاء المتهمين. لكن تشويه الأشخاص بهذا الشكل، يعني حتى إن مارس الإعلام التضليل والشيطنة للمعارضة، هذا أمر منتهج منذ القديم. لكن المشكلة الحقيقية هو الزج بأشخاص بعينهم في إدلاء باعترافات، ويمارس عليهم التعذيب لكي يجبروا أن يدلوا بهذه الاعترافات أمام شاشات التلفاز. وهذه الأمور تكررت أكثر مرة، وبعض هؤلاء الأشخاص حكم عليهم بالإعدام ونفذ فيهم حكم الإعدام باشتراك مباشر من قبل الإعلام المصري في جرائم جنائية كما قلت لا تسقط بالتقادم بحق هذا الإعلام. هذا الإعلام الذي يتورط في ارتكاب جرائم بحق
علاقه بابناء الشعب المصري ويمارس كل خسيس ودنيء ووضيع وبعيد تماما عن السياسه الاعلاميه وبعيد حتى عن احترام القانون وعن احترام حقوق الانسان البسيطه، ان يحاكم الشخص امام الشاشات التلفاز وان يحكم عليه بالادانه قبل ان يعرض على القضاء وكان يعرض على جهه قضائيه ودون ان يمكن من اي من مسارات الانصاف القانوني، هذه جريمه اخلاقيه الحقيقه وسقطه اعلاميه كبيره، وكما قلت ترقى عن السقطه الاعلاميه وترقى عن الجريمه الاخلاقيه الى حد الجريمه الجنائيه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معي عبر سكايب من إسطنبول. مشاهدينا الكرام كالعادة المسائية مستمرة، بعد الفاصل يلتقيكم زميلي محمد دحو وباقي فقراتنا وفيها. مسيرة احتجاجية للمطالبة في الخرطوم بالإفراج عن الشاب السوداني وليد عبد الرحمن والذي تعتقله أجهزة الأمن المصرية، ابقوا معنا.